ترفع الراية استعدادا للانطلاق. فتحت البوابات على بركة الله لتجتمع الجيادة التي لم تربح انتاج 4 إلى 5 سنوات على جائزة فهد بن عبد العزيز بن معمر من أهالي العيينة، وقيمة الجائزة 70,000 ريال. تسعى هذه الجياد لتسجل الانتصار الأول في سجلها السباقي، ربما يبدأ نكال في المرتبة الأولى في ظهوره الأول البالغ من العمر 5 سنوات ليسجل أولى الانتصارات في سجله السباقي، بينما يأتي اللام في المرتبة الثانية شد انتباهي من الداخل، وكذلك بقية الأسماء، ربما حطامة تأتي في المرتبة الثالثة، وكذلك نكال يتزعم الطلعة إلى المركز الأول على صهوته. لويس موراليس يطير إلى الصدارة في المركز الأول لينبه الأنظار المتابعة منذ ظهوره الأول، وكذلك يأتي الأول. الآن يأتي مشاهدينا ضيوفنا الكرام ممغنط في المرتبة الثانية، وكذلك أشاهد اللام في المرتبة الثالثة حربة معلة، وأيضا القدوم من قبل أول صديق في المرتبة السادسة. هل يواصل نكال الصدارة بعيدا عن بقية الأسماء؟ يأخذ المنعطف الأول في هذا الشوط، وكذلك أشاهد الآن يأتي في المرتبة الثانية المحزم المليان في المرتبة الثالثة، كذلك يأتي شعاف. مشاهدينا ضيوفنا الكرام، شعاف في المرتبة الثانية قدما يحاول أن يأخذ صدارة نكال. شعاف ما شاء الله تبارك الله على صهوته. مشاري العيسى في المرتبة الثانية، شعاف وكذلك نكال، ينطلق نكال من يأخذ الصدارة حافظ عليها إلى خط النهاية. ما شاء الله تبارك الله، نكال وشعاف قادما في المرتبة الثانية بالدخول مع مشاري العيسى. شعاف وكذلك أشاهد أبو الظفرات من الداخل ينتظر فتح المسار. أبو الظفرات وشعاف، هل يواصل نكال مع الأبطال؟ نكال على خط النهاية يغادر هذه الفئة وينتقل وأذن